في خضم أتون الحرب المشتعلة في البلاد، يواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب كارثة صامتة تهدد مستقبل جيل بأكمله. تسرب المعلمين ظاهرة تنذر بكارثة حقيقية وتعيق العملية التعليمية برمتها. فما هي أسباب هذه الظاهرة المقلقة؟ يشير العديد من التربويين إلى أن التدهور الاقتصادي الحاد وتراجع قيمة العملة الوطنية هما سببان رئيسيان لتسرب المعلمين، فقد انخفض راتب المعلم بشكل كبير من 200 دولار عام 2014 إلى أقل من 50 دولار اليوم. هناك إشكاليات عديدة تواجه المعلمين في محافظة مأرب، هي الوضع الاقتصادي والرواتب، الوضع الاقتصادي المعيشي الموجود في وغلاء الأسعار، ونتيجة لضعف تدني الرواتب وعدم وجود العلاوات الشهرية ورفعها، وأيضا التدرج في السلم الوظيفي. ومن هذه الأسباب أنه في هناك أيضا مدارس خاصة تعمل على إعطاء المعلم مبلغ أكثر من اللي يستلمه من الوظيفة الحكومية، فتؤدي إلى تسرب المعلمين من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة. وأيضا البعض بسبب الوضع الاقتصادي نقول كثيرا أدى إلى أن المعلم يترك المدرسة ليبحث عن عمل آخر يغطي فيها أسباب المعيشية، الأسباب الاقتصادية التي يعانيها، من أجل أن يصرف على أسرته، من أجل أن يحسن من معيشته. تشكل ظاهرة تسرب المعلمين تحدياً كبيراً لمكتب التربية وإدارة التعليم في محافظة مأرب، حيث أدى التسرب إلى نقص حاد في الكوادر التعليمية المؤهلة، وانعكس سلباً على سير العملية التعليمية التي تواجه ازدحاماً كبيراً في أعداد الطلاب، حيث وصل عجز المعلمين إلى 2300 معلم ومعلمة. بالنسبة لعملية تسرب المعلمين أصبحت ظاهرة كبيرة تؤرق مكتب التربية والتعليم وإدارة التربية في المديريات والمدارس بشكل عام. هذه الظاهرة أدت إلى فجوة كبيرة في العملية التعليمية، إذ يبلغ نسبة العجز في العملية التعليمية ما يساوي 60%، وهو في زيادة وتفاقم يوما بعد يوم، وهذا ناتج عن مسببات كثيرة. اضطرت المعلم إلى أن يتخلى عن العمل الحكومي، إذ أضحى راتبه لا يساوي شيء، بعضهم قد راتبه لا يساوي أحيانا نصف الإيجار. يأتي هذا التسرب إلى جانب توقف التوظيف في القطاع التعليمي منذ أكثر من 10 سنوات، الذي يحتاج إلى آلاف الوظائف سنويا لتغطية العجز الذي يواجه العملية التعليمية ويلبي الاحتياجات، خاصة مع تزايد أعداد الطلبة. لذا فإن هذه الظاهرة تتطلب حلولاً عاجلة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ما لم ستستمر الظاهرة في التفاقم وستؤدي إلى حرمان الأجيال القادمة من حقها في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب.